السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد والله اوقاتكم حبايب قلبي، كل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الدلو. اكبر تحيه لمواليد برج الدلو، يا رب استخارتك تكون جميله وتكون مفتوحه وتكون كلها طاقه ايجابيه وفرج وسعاده وهنا ورزق وتفاؤل وكل ما هو جميل من اجل عيون برج الدلو. التصوير بالكاميرا الاماميه، فالصوره بتدي معاك العكس وكاننا ماسكين المصحف، ولا ده بس الكاميرا، هي تصويرها بالكاميرا الاماميه. يلا ركز معايا وانزل بالفيديو باللايك الحلو وبالتعليق الجميل ونشوف استخارتنا. مجرد ما هنفتح الصورة هي اللي هتكون الطاقة. الاستخارة مدتها على حسب ما انت تاخد القراءة بتاعتك، ونشوف ونقول بسم الله. الصورة اللي هنقراها الفترة اللي جاية صورة الإسراء. انتوا عندكم صورة الإسراء، وده بيدل ان انتوا بتحبوا ربنا جدا، بيدل ان انتوا قريبين جدا من ربنا. يعني حتى لو كنتوا بتعملوا خطيئة او بتعملوا مشاكل او زي ما تكونوا مثلا، فانتوا قريبين جدا من ربنا ودايما بترجعوا له. كمان انتوا عندكم ذرية صالحة وعندكم حمل باذن الله الفترة اللي جاية. ما بتشتكوش لعبد، بتشتكوا للرب فقط لا غير. عندكم وعد، والوعد ده عليكم دين. دايما بتوفوا بأوعدكم، دايما بيكون عندكم يقين ان ربنا هيغير حياتكم للافضل باذن الله. كمان الفترة دي انتوا عندكم تغيير عملة، تغيير مكان، تغيير سكن، الله اعلم. ممكن تغيروا فلوس، ممكن بتكلمين حد على فلوس، ممكن في موضوع فلوس عندكم بتفكروا فيه. وفي كمان تراجع او تردد، لا اما بترددوا حاجة طول الوقت، لا اما بتحاولوا ترجعوا عن حاجة. وقعتوا في حفرة، والحفرة دي خلتكم اصبحتوا اقوى، بس انتوا حاليا بينكم ما بين حد نفور، او بينكم ما بين اخ واخت حبيب الله اعلم، بس بينكم ما بين حد نفور. كمان بدأتوا تطبطبوا على نفسكم وتفعلوا حاجات جديدة. عندكم دخول مسجد، دخول حاجة هتلاقوا فيها عبادة ربنا، وهتفعلوا حاجات مختلفة. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حيران اليومين دول، رغم ان عندك مكسب حلو جدا، او انت شغال في مشروع وهيبقى فيه مكسب عالي، في طاقة ايجابية عندك ما شاء الله عليك، في ارض هتنور. بس انت عندك شخصين هنا، شخصين بينك وما بينهم كان علاقة، بينك وما بينهم كان ارتباط، حصل بلوك او حصل انفصال عندك ما بينك وما بين حد من الشخصين دول، او الشخصين اصلا حصل عندكم بلوكات. عندك فلوس، او جايلك فلوس، او انت مقدم على شغل فهتكسب منه ارباح حلوة. ممكن كمان الوقت اللي جاي ده حد يرد لك مبلغ من المال كان مستلفه منك. انت عندك مال جايلك، والمال ده هتحسه كده عوض من عند ربنا في الوقت المناسب باذن الله. عندك حد هنا عندك حد في حياتك بيعدي بازمات، او انت شخصيا بتعدي بازمات، لكن عندك انفراجة حلوة جدا، والانفراجة دي هتحسن حالتك النفسية الفترة اللي جاية، عشان كده انت مركز جدا على الهدف. عندكم مرات اخ مش حبتكم بالخير، بتتفق عليكم للأذى، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندك مفاجأة هتحصل، المفاجأة دي هتكون حلوة جدا، او في نفس الوقت ممكن تكون انت كنت بتحضرونها بقالكم مدة، بس حس العراقيل، حس شوية مشاكل، شوية ضغوط، فالوقت ده مناسب جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. بس خلي بالك كويس جدا من كل الناس اللي حواليك. عندك تفكير رهيب جدا الفترة دي، ما فيش نوم خالص، انتوا ما بتناموش اصلا. عندكم شوية تعب في المعدة، شوية تعب جسديا. انتوا يعني انتوا طيبين جدا، دايما بتحكموا بالعدالة، دايما اشخاص متفوقين جدا في كلمة الحق، بس انتوا عملتوا عملية او ناويين تعملوا عملية، او حاطين عملية معينة في دماغكم الله اعلم. بس ما تخافوش، انتوا لو هتعملوا عملية فهتعملوها ان شاء الله باذن الله. ما فيش الم، ما فيش وجع زي ما انتوا فاكرين وحاطين في بالكم الاوهام الكتيرة جدا. المناعة عندكم ضعيفة الفترة دي، فلازم تركزوا كويس جدا ان انتوا تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم، علشان خاطر انتوا اللي مناعتكم في النازل، وطول ما مناعتكم في النازل الوضع اللي انتوا فيه ده ما ينفعش خالص. عندكم كمان هنا خير، والخير ده جاي لكم حلو جدا، بس انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم الشخصية، اذا كان خير، اذا كان مال، اذا كان حد، زي ما يكون ما تحكوش، علشان الكلام الكتير بيرجعكم الورا. وفعلا انتوا بتعانوا من الحسد الشديد. الحسد الشديد ده هو اللي
بيخليكم دايما عندكم وجع في الكتف وفي المعدة، ودايما تفكير كتير جدا، حتى معدل النوم بتاع صحتكم بدأ يقل، وعصبية وواضح جدا على شكلكم. فلازم ان انتوا تهتموا بصحتكم الفترة دي، وتخلوا بالكم من الوجع اللي بيجي لكم فجأة، والنغزة والدوخة اللي بيجي لكم. بسم الله ما شاء الله عليكم هنا، رغم ان ظهر لكم حسد شديد، بس هتكونوا متفوقين وهتعدوا الايام دي على خير. عندك هنا فرحة خلال الايام اللي جاية انت منتظرها، في شخص كمان بيحبك جدا هيعترف لك بالحب ده، وممكن كمان من بعد الطاقة اللي انت هتاخدها ممكن تقرر تسافر، تقرر ان انت تشوف الحياة بشكل مختلف. عندك شوية ضغوط على العمل، او ضغوط في العمل، ضغوط في الحياة عندك معينة الله اعلم. عندك هنا شوية كلام في العاطفة، شوية امور في العاطفة، شوية حاجات تخص العاطفة عندك، لكن الوضع اللي انت فيه ده هتكون فيه طاقة ايجابية وفيه تفوق. البعض منكم هنا عنده كده الحاسة السادسة العالية، اللي بيحس بكل حاجة بتحصل او بيربط الاحداث ببعضها، فبيطلع له نتيجة مذهلة. فكمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعد الظلمة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في مكالمة تليفون جميلة، ففيها تعويض، فيها خروج، فيها اثبات وجود، هتطلع من اللي انتوا فيه. ممكن يبقى في طاقة حلوة، فرق حلو الله اعلم، وزي ما قلت لكم هيبقى في عزومة حلوة، وهيبقى في طاقة حلوة جدا هتفرحكم. كمان انتوا الفترة دي حرفيا ماشيين بالتوازن. انا نعم الفترة اللي فاتت ما كانش فيه توازن عندكم في حياتكم خالص، بس الفترة دي انتوا قلتوا احنا لازم نكون عندنا توازن في كل حاجة في حياتنا، ولازم يعني نقدر ان احنا نصلح اخطائنا اللي احنا بنخطئها. وزي ما قلت لكم عندكم مرات الاخ او وطرف تاني بيتدخل في خصوصياتكم، عشان كده عامل لكم طاقة سلبية والحزن اللي انتوا فيه ده. كمان من فترة او من مدة معينة دخل شخص حياتكم، الشخص ده كان كله سم، ربنا خرجكم من حياته وطلعتوه بره، وانتوا فاكرين ان انتوا يعني كان مكسب ليكم، بالعكس ده كان خسارة كبيرة جدا، وكان كله اذى وكله سم. فالحمد لله ان ربنا بيحبكم وطلعه من حياتكم. الفترة دي انتوا محتاجين الاحتواء، محتاجين الحب، محتاجين اي حد يطبطب عليكم، ما بقاش عندكم طاقة للاستغلال، ما بقاش عندكم طاقة ان حد يتدخل في حياتكم ويظلمكم. فبسم الله ما شاء الله عليكم عندكم بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون في اكتر من موضوع، بس ما تقلقوش، النقلة اللي انتوا حاطينها في دماغكم اذا كانت من العاطفة او اذا كانت في الماديات هتحصل لكم الفترة اللي جاية، وهيبقى في طاقة إيجابية. بس يعني انتوا شاغلين بالكم في او شاغلين تفكيركم وراسمين حاجة معينة في حياتكم، بلاش التجربة علشان خاطر انتوا عندكم مهارات حلوة، عندكم تجارب في الفترة اللي جاية هتكون جميلة وهتكون مفيدة ليكم. بس دايما انصحكم ان انتوا صفحة الماضي تقفلوها من ورا ظهركم، علشان خاطر لو الشخصين دول عايزين يستفزوكم او زي ما يكون انتوا مشاعركم ما تتجرحش، او تبقى في علاقة فيها توتر عندكم في حياتكم. والرسالة اللي هتجيلكم الرسالة دي هتكون منصب حلو ليكم، ان انتوا هتحضروا مناسبة حلوة، ومن بعدها ممكن تتخلصوا من حاجات عاملة لكم اذى، او حاجات بمعنى اصح كتمة نفسكم. عندك هنا حاجات، الحاجات المعينة دي يعني راحت بعيد عنكم، انتوا جواكم حزن، جواكم ظلم، جواكم كسرة قلب اكتر من مرة، ودايما انتوا بتعرفوا جدا تسحبوا الطاقات السلبية من الاخرين، فعشان كده عندكم حزن جوه قلبكم من اقرب الناس ليكم. كمان في ناس هنا هتكتشفوها على حقيقتها وهترموها بره حياتكم من غير ما هتزعلوا عليها. ليه؟ علشان هيكون له خروج من الحالة السيئة اللي انتوا فيها للأفضل بإذن الله، والحالة المزاجية عندكم هتتحسن، وهيبقى عندكم مشاريع جديدة أو قرارات ناجحة أو حاجات ناجحة. كمان انتوا هنا عندكم حماس حلو جدا، أو عندكم طاقة إيجابية، كل المشاكل اللي عندكم دي ان هيبقى فيها انفراجات حلوة، علشان الحس السادس عندكم عالية ودقيقة جدا، وعشان كده انتوا شغالين على تحقيق الأمنية بتاعتكم، أو بمعنى صح على الطاقة الإيجابية. البعض منكم مركز في الحياة العاطفية، البعض منكم مركز في المشاريع اللي هو داخل فيها، البعض منكم مستني، البعض منكم الله أعلم. ثقتكم في نفسكم دايما بتشجعكم، ثقتكم بنفسكم دايما بتخليكم مميزين، دايما بتخليكم عارفين كل حاجة هتبدأوا ازاي وهتاخدوا ازاي. فتخلوا بالكم كويس جدا من اي طاقة سلبية او من اي عراقيل. لو انتم متجوزين فانتوا عندكم شوية عراقيل في الحمل، او عندكم مشاكل مع الاطفال كتير جدا، فلازم تحصنوا نفسكم اول باول. في خوف انتوا خايفين، او حد خايف، انتوا في خوف عندكم الله اعلم، بس انتوا خايفين. وخلوا بالكم انتوا عندكم يعني القولون العصبي عندكم في مشاكل، يعني في طاقة في المشاكل.
اي نعم الفترة دي الرزق بتاعكم واقف، دايما بتشتكوا من رجليكم بسبب المشي الكتير، بسبب الجري، بسبب لعبكم، الله اعلم، بس دايما في شكوى من رجليكم بطريقة كبيرة جدا. فطول ما انتوا اعصابكم هادية الفترة اللي جاية هيبقى في طاقة ايجابية وهيبقى في اخبار حلوة انتوا هتسمعوها باذن الله. وزي ما قلت لكم السفر ده هيكون مغري جدا وهيفرحكم قوي وهتكونوا مبسوطين جدا. مين الشخص اللي عندكم متعدد العلاقات او متعدد ان هو دايما في علاقة، دايما بيحب العلاقات الكتير؟ هنا في استقرار عندكم في حياتكم العاطفية، بينكم وبين الأم أو الحما أو ست كبيرة عندكم مشاكل، دايما ضغوط، دايما طاقات سلبية، دايما يعني خوف، دايما في حالة من التوتر. الفترة دي انتوا بتعانوا من حالة الغموض مع حد معين، بس عندكم اكتشاف أقدام جديدة في حياتكم. وخلوا بالكم انتوا حاطين عينكم على حاجة معينة، مركز معين، طاقة معينة، حاجة معينة هتحصلوا عليها علشان انتوا ضغطتوا من كل الاتجاهات، فحان الوقت ان انتوا تغيروا الحاجة المعينة اللي عندكم. وهيبقى في زيادة حلوة جدا في الراتب بتاعكم، وهيبقى حاجات امور. انتوا دايما بتحلموا بالاحلام اللي بتديكم الرزق او بتديكم دفعة لقدام، وبالفعل ده اللي ظهر لكم الفترة دي. هتطلعوا من حالة القلق وحالة التوتر، وان شاء الله باذن الله هيكون احسن خبر هتسمعوه الفترة اللي جاية هو الخبر اللي انتوا مستنيينه وحاطينه في بالكم. كمان انتوا هنا محتاجين ترتاحوا شوية، محتاجين ان انتوا تهدوا اعصابكم علشان خاطر انتوا زعلانين قوي على نفسكم بسبب اللي بيحصل ورا بعضه. عندكم ميزة يعني انتوا مميزين جدا ان انتوا تكونوا اشخاص متألقين، فانتوا داخلين على ايام جميلة باذن الله وعلى حاجات حلوة جدا. وزي ما قلت لكم انتوا يعني ما بتحبوش تزعلوا حد منكم، ما بتحبوش انه تشوفوا حد حزين، حد محتاج حاجة وتسكتوا، بس انتوا عليكم ديون ومحدش حاسس بيكم، عليكم مشاكل وبرضه محدش حاسس بيكم، انتوا بتطبطبوا على كل الناس بس انتوا لقيتوا اللي طبطب عليكم لا، وعشان كده عندكم كذا حاجة أذيكم. عندكم كمان خروج من المحنة اللي انتوا بتمروا بيها، العين اللي عليكم دي اللي مأثرة عليكم هي اللي عاملة لكم وجع القلب. انتوا عندكم هنا حد بتقولوا عليه حسبنا الله ونعم الوكيل أذاني، عندكم حد بيحبكم جدا وبيحب يطبطب عليكم بس انتم مش مقدرين او مش حاسين او في مشاكل الله اعلم، بس انتوا الفترة اللي جاية دي بإذن الله هيكون في طاقة ايجابية. وممكن البعض منكم يكون عنده رجوع من سفر، عنده لقاء حلو جدا مع ناس هو بيحبها وهيبقى في قعدة لطيفة، بس انتوا بعدوا الطاقات السلبية عن حياتكم عشان الطاقة السلبية لما بتتوزع عليكم بتديكم كسرة القلب اللي في حياتكم. رقم 9 ده مميز جدا بالنسبة لكم، او بيديكم طاقة كده ايجابية، بيديكم فرحة طول انتظارها. اي نعم انتوا بالكم مشغول بكذا حاجة بس عندكم طاقة ايجابية. خلوا بالكم كمان ان انتوا هنا في موضوع حاطينه في بالكم وعمالين ترسموا عليه خطط، في حاجة اتسرقت من عندكم او في حاجة ضاعت من عندكم والحاجة دي كانت قدام عينيكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندكم هنا حرف الالف، حرف الراء، حرف الجيم، حرف الواو، الحروف دي موجودة في حياتكم، في بينكم طاقة، بينكم حاجة الله أعلم. الفرحة اللي انتم مستنيينها هتحصلوا عليها فما تقلقوش خالص. والناس اللي بتقول لو انا ما عنديش مرات اخ فهي تنطبق الكلام على السلف او بمعنى اصح على حد خبيث في حياتكم، فياريت تخلوا بالكم من المعاملة مع الاخرين وتكونوا حريصين كده في التعامل بينكم وما بين حد. وزي ما قلت لكم انتم عندكم التهابات في القولون، عندكم عصبيه زايده والقولون عندكم مرتفع جدا. في حد عندكم متوفى والحد المتوفى ده تقدروا تقولوا كده خط قطعه من قلبكم ومش قادرين حتى تتنفسوا. عندكم بيع وشراء او عندكم عقارات الفتره اللي جايه، ويبقى في شغل، هيبقى في لقاءات الله اعلم، انتوا هتمسكوا فلوس حلوه. خلوا بالكم كمان ان انتم هتكونوا في قعده بعد كام يوم وهتقعدوا وهتقولوا اللي عندكم، هيبقى في كلام حلو، هيبقى في طاقه تانية، هيبقى في امور هتجددوا فيها او هيبقى في حاجات انتوا هتستقروا فيها الفتره اللي جايه. طاقتكم مفتوحه، طاقتكم عامه، وهيبقى في تغيرات حلوه او طاقه ايجابيه. مين الشخص اللي طيب عندكم؟ يعني حد طيب جدا، حد بيحب يساعدكم، حد بيحب يقف معاكم، حد بيحب ان هو يعني حد كده بيحبك فعلا، بيحبكم ويحب يطبطب عليكم، بس انتم مش عارفين تتعاملوا مع بعض الاشخاص. الفرحة اللي عندكم دي
هتتحضر لكم وهتكون لكم مناسبة جدا. في شخص عندكم خانكم، والشخص اللي خانكم ده هيموت ويرجع لكم، بس انتوا قفلتوا كل البيبان اتجاهه وقلتوا احنا مش ع... يعني احنا مش عايزينك في حياتنا، انت ظلمتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك. وعشان كده انتوا بتستعيدوا لنشاطكم، بتستعيدوا ان انتوا تشوفوا الترقية اللي مكتوبة لكم والزيادة زي ما قلت لكم في الدخل عندكم. فبسم الله ما شاء الله عليكم، وشكم حتى هينور من بعد ما هتحسوا قد ايه طبطبة ربنا كانت عليكم كبيرة، او الطاقة الحلوة اللي انتوا مستنيينها. عندكم كمان هنا دعم على كذا اصعد في حياتكم، وهيبقى في حاجات انتوا هيبقى من بعدها بداية جديدة، وهتسمعوا اجمل خبر انتوا راسمينه في بالكم. انتوا هنا مستنيين كذا حاجة، عندكم طاقة انتظار رهيبة. طاقة الانتظار دي هتخليكم تكتموا على خصوصياتكم، وهتخليكم تستغنوا عن اي حد ممكن يعكر مزاجكم حتى لو بالغلط، وهتعملوا حاجات كتيرة جدا مختلفة. وفي نفس الوقت انتوا هنا فرحانين جدا بحظكم، انه بدأتوا تشوفوا سعادتكم، بدأتوا تشتغلوا، بدأتوا تعفروا، بدأتوا تنجحوا، بدأتوا ان انتوا يكون عندكم لقاءات، عندكم حاجة جديدة. البعض منكم هنا شاغل باله بحاجات تانية، البعض منكم عايز يطلع صداقة جارية، البعض منكم عايز يطلع حاجة على روح حد الله أعلم، عايزين تعملوا كذا حاجة. دايما أقول لكم ما تخلوش أي حد يتدخل في خططكم، ما تخليوش أي حد يديكم حتى لو حاجة بسيطة. ليه؟ علشان الحد ده بيجي بعد كده ويقول لك أنا ساعدتك وأنا عملت وأنا، فأنت مش حابب الموضوع خالص. كمان أنتوا هنا عندكم مشاكل تخص عربية، أو عندكم حد معاه عربية فعنده مشاكل مستنيين رخصة تطلع، الله أعلم في مشاكل تخص عربية، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا من أي حاجة عندكم أذيكم. كمان البعض منكم قطع علاقاته مع أشخاص وخلاص، قالوا خلاص احنا مش عايزين الاشخاص دول في حياتنا، رموهم بره. وبالفعل ده اللي واضح جدا عليكم. كان في صاحبه، الصاحبه دي انتوا كنتوا بتعشقوها قوي، ما توقعتوش ابدا ان هي كانت سبب في المشاكل الاسريه عندكم، او بمعنى صح كانت هي سبب او ليها يد ان حياتكم يبقى فيها اذى ويبقى فيها ظلم من كل اتجاه. فاقدر ابشركم باستقرار عاطفي بشكل كبير جدا الفتره دي. اي نعم انتوا بتعانوا من حاجات كتيره جدا، بس عندكم اساسيات مستحيل تتخلوا عنها. عندكم حد من ابراج هوائيه، الحد ده بيحبكم من طرف واحد وانتم مش عارفين تتعاملوا معاه ازاي. كمان انتم ممكن تكون عندكم حيره في شخصين، حيره في قرارين، حيره في حاجتين معينين حاطينهم في بالكم، فعندكم حنين لشخص او لقاء بشخص او حاجه تخص العاطفه بشخص في حياتكم، الله اعلم. بس انتوا كده عندكم طاقه او عندكم حاجه معينه تخص العاطفه، الفرق العاطفه يعني حياتكم العاطفيه مستنينها بقدر المستطاع ان حياتكم تنجح. امورك المهنيه او الدراسيه انتوا شغالين عليها، وبتحاولوا تدوا نفسكم اكبر اهتمام علشان تطلعوا من اللي انتوا فيه بكل الطرق، وبالفعل شغالين على نفسكم بقدر المستطاع علشان الطاقه بتاعتكم مفتوحه وجميله، وهيحصل اللي انتوا عايزينه ما دام انتوا متألقين. ليه؟ علشان النجم بتاعكم هيكون في السماء، ومعنى النجم في السماء هيكون منور، وده بيدل ان انتوا لازم الفترة دي تكونوا اصحاب قرارات حاسمة، وتكونوا اصحاب اشخاص مميزين، والخلاف اللي بينكم وبين حد ده هيتحل في الوقت المناسب، عشان عندكم خلاف بينكم وبين اسرة، خلاف بينكم وبين حد معين، الله اعلم. اي نعم انتوا اليومين دول ما عندكمش صبر، العصبية يعني مخلياكم مش عارفين تفكروا، بس عندكم حاجة ناجحة، حاجة جديدة، حاجة هتديكم دفعة لقدام ان انتوا تنجحوا وان انتوا تعفروا وان انتوا تبصوا للهدف بتاعكم، علشان خاطر انتوا حاسين ان انتوا تعبتوا، حاسين ان انتوا اتظلمتوا، حاسين ان انتوا اتقفل عليكم اكتر من باب في حياتكم، وما لقيتوش اللي يقف معاكم او بمعنى صح اللي يساعدكم في اي حاجة. فانتوا مقررين تنجحوا، قررتوا ان انتوا تشوفوا ايه اللي محتاجينه في حياتكم وتشتغلوا عليه. كرهتوا الطاقات السلبية، كرهتوا النفاق، كرهتوا الخداع، كرهتوا الذل، كرهتوا حاجات كتيرة جدا موجودة في حياتكم بسبب الأشخاص اللي كانت دايما بتعرف فعلا تستغلكم، والأشخاص اللي كانت دايما بتعرف إن هي تديكم دفعة لقدام. من كتر التعب زي ما قلت لكم اللي باين عليكم، بدأتوا تفقدوا ثقتكم في ناس كتيرة جدا كانت بتاكل وتشرب معاكم. الناس دي انتوا قلتوا خلاص احنا ما عدناش عايزين نتكلم معاها، ولا عايزين حتى نفتح معاها موضوع نشوفهم اي حاجة. يعني انتوا فعلا الاشخاص دول خلاص
طردتوهم طرد كده في حياتكم، ودلوقتي بدأتوا تسكتوا لوحدكم وتقعدوا لوحدكم. فإن شاء الله بإذن الله فرحة، وهيبقى في علاج للطبيعة بتاعتكم اللي مأزياكم وعاملة لكم العراقيل اللي انتوا بتمروا بيها، او الطاقة السلبية اللي في حياتكم. كمان انتوا هنا عندكم اشارة حلوة جدا، الاشارة دي هيكون وراها فرح او فرح كبير، وهيبقى في امور هنا هتجددوا فيها، او هيبقى في حياة جميلة هتخليكم تطلعوا من الالم اللي انتوا عايشينه والطاقة اللي انتوا ملازماكم. وخلي بالكم ان انتوا الفترة دي رغم ما كانت صعبة، بس رغم ما كانت هتفتح ليكم بيبان جديدة. كمان اقدر ابشركم بتواصل مع حد، هيبقى في تواصل من جميع النواحي، وهيبقى في امر تعبكم جدا، بس من ورا الامر ده هتجيلكم رسالة حلوة او حلم حلو او علامة حلوة، الله اعلم، هتغير بمعنى اصح تفكيركم. وانا دايما اقول لكم الماضي مأثر عليكم، فلازم ترموا الماضي ورا ظهركم وما تبصوش ليه. ليه؟ علشان انتوا كل ما بتبصوا على الماضي كل ما انتوا بتتأذوا، وكل ما انتوا بتتعبوا، كل ما انتوا بيبقى عندكم طاقات كتيرة جدا اذيكم. ففي عندكم حد بيغير منكم، حد بيأذيكم، حد ان هو بيطعن فيكم بكل الطرق، فلازم تخلوا اعصابكم هادية الفترة دي علشان انتوا زي ما قلت لكم في حيرة. كمان انتوا هنا ربنا نجاكم من عطفه عليكم ومن كرمه، من حد كان عايز يسرقكم ويسرق منكم حاجات كتيرة جدا. ومن كتر ما انتوا قلبكم ابيض ومن حياتكم نظيفة ودايما بتتعاملوا بحسن نية، فربنا نجاكم وخرجوا او طردهم بره حياتكم. تحياتي ليك، واتمنى لك كل ما هو جميل الفترة اللي جاية.